بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome everyone to session 5 part 2 English basics for May EST 2024. النهارده يا شباب الحصه مش طويله ولا حاجه، هنحل بس على اللي احنا خدناه في الجزء الاول اللي كان امبارح عشان طولنا، فقلنا نأجل الحل النهارده عشان الناس اللي كانت تعبانه وكده. تعالوا بقى نمسك كده سنتنس 1 تاني كأني ما حلتهاش امبارح. قبل ما احل سنتنس 1 خليني بس افكرك بالتوبيك بتاعها اللي احنا هنحتاج نكون فاهمينه كويس عشان نعرف نحل السنتنس دي. احنا امبارح خدنا حاجه اسمها ريدندنسي، وقلت لكم ريدندنسي بتحصل لو عندنا في ريبيتيشن او في اوريدي استابليشد مينينج، وقلنا اكزامبل عليها مثلا لما كنت بقول لك الاكزامبل ده اللي هو بتاع البيردز ده. Every year birds from the west migrate to the east on annual basis. السنتنس دي كده فيها مشكله ومحتاجين نصلحها. ايه المشكله؟ كلمه every year يا شباب وكلمه annual basis الاثنين معناهم واحد، واحنا اتفقنا في السنتنسز في الاي اس تي في الانجليش احنا مش بنكرر المعنى اللي قلناه. طالما قلت every year مره خلاص ما تقوليش بقى annual basis مره كمان. وقلت لك اكزامبل تاني لما كنت بقول he has a question that needs an answer، قلت لي يا مستر ما هو الكويستشن اوتوماتيكلي بي نيد ان انسر، فكلمه نيدز ان انسر دي مش محتاجينها اصلا، لان اوتوماتيكلي كلمه كويستشن معناها حاجه محتاجه اجابه. الكويستشن ما بيحتاجش حاجه غير ان هو نيدز ان انسر، فمش محتاجه اقولها بقى خلاص، ما تتكلمش كتير وخلاص على الفاضي. اكزامبل تاني يا شباب هكتبه انا بقى دلوقتي جديد اول مره تشوفوه، عايزكم بس تقولوا لي لو السنتنس اللي هكتبها دلوقتي دي فيها ريدندنسي ولا ما فيهاش. الناس اللي بتحضر معانا جديد النهارده احب افكرك وافهمك واعرفك ان احنا الحصه مش انا بس اللي بشتغل فيها، حضرتك شغال زيك زي بالظبط يمكن اكتر مني كمان. دايما تبقى جاهز بالرد على اسئلتي، لان كل ما اشرح حاجه هتلاقيني بسال عليها سؤال والناس كلها لازم تجاوب، مفيش حد معفي من الاجابات. حتى لو مش عارف ابعت قول لي مش عارف الاجابه، انما تقعد ساكت كده هذا شيء لا اقبله على الاطلاق، عشان بس ابقى عارف ان انت متابع معايا ومستفيد من الحصه. اكتب لك اكزامبل دلوقتي عايزك تركز فيه وتقول لي هل السنتنس دي كوركت ولا فيها ريدندنسي. افكر لكم بقى في حاجه كده نميسه شويه ونقول مثلا they have been working on this project since last year for a whole 20 months. ها يا شباب السنتنس دي كده كوركت ولا فيها ريدندنسي؟ يلا اتفضلوا ابعتوا لي اجاباتكم على الشات بوكس. فعلا السنتنس فيها ريدندنسي يا شباب، وريدندنسي اهي they have been working on this project since last year. طبعا انا طالما بقول لك since last year يبقى اكيد بقى لهم 12 شهر 12 month، مش محتاج بقى 12 month دي. نركز بقى في السنتنس اللي جايه لو سمحتوا، وعايزكم برضو تركزوا وتقولوا لي هل فيها ريدندنسي ولا السنتنس كوركت از ات از. اخترع لكم بقى سنتنس ثانيه تكون اصعب شويه طالما انتم شاطرين كده، واقول مثلا ايه I arrived late because I had a lot of work to do yesterday and I stayed up late and slept after my accustomed time. Accustomed time دي يعني أو خلينا نقول usual time. My usual sleeping time. يلا يا شباب قولوا لي السنتنس دي كده كويس وفكروا هل السنتنس دي correct ولا فيها redundancy؟ ولو فيها redundancy فين الredundancy؟ فين الكلمة اللي متكررة؟ يلا اتفضلوا قولوا لي. بصوا يا حبايبي السنتنس بتقول لي I arrived late. ليه يا حبيبي؟ Because I had a lot of work to do yesterday and I stayed up late. Stayed up late دي يا شباب معناها اني سهرت، يعني عديت وقت نومي. مش معنى ان انا بقول لك انا سهرت كتير امبارح ده معناها ايه اوتوماتيكلي؟
ان انا فوتت الميعاد اللي بنام فيه، بنام الساعه 10 نمت الساعه 12 او 1 او 2، فاستيت اب ليت يعني سهرت. مش محتاج بقى بعد ما قلت ستيت اب ليت دي ان انا كمان ارجع واقول لك تاني slept after my usual time. ما خلاص يا عم، ما انت قلتها مره بتقولها تاني ليه بكلمات تانية؟ هي مره واحده كفايه. ده كده يا شباب مفهوم الريدندنسي. ريدندنسي تاني مع بعض ان احنا ما بنكررش المعنى، ما بنقولش كلمه بتديني مينينج اوريدي موجود في السنتس. معلش لكي اطمئن قلبي عشان الدرس ده مهم جدا وبيجي كتير في الامتحان وسهل وبسيط وبيصعب عليا ان احنا نضيعه رغم ان هو سهل. اخر سنتنس بجد المره دي هي اسهل على فكره من اللي فات، بس معلش محتاج تركيز عشان نعرف. طب بص انا هكتب تو سنتنسز وفيهم نفس الفكره بس تو سنتنسز مختلفين 5 و 6، عايزكم تقروهم كويس جدا. طب معلش عشان بس ما نتلخبطش هنكتب 5 الاول تقولوا لي ايه مشكلتها، وبعدين لما نخلصها نخش على 6 على طول لان فيها فكره بتتكرر كتير في الامتحان. يلا يا حبايبي، I like the black. I like black colors. ها السنتنس دي شوفوا 1 2 3 4 5 words بس، هل فيها اي مشكلة؟ فيها redundancy ولا هي correct؟ يلا اتفضلوا قولوا لي. طبعا بشكركم كلكم شكرا جزيلا. هي فعلا كلمة colors هنا مش محتاج لها. ليه يا رؤوف مش محتاج كلمة color؟ يا حبيبي هو بلاك ده مش بلاك ده كولر؟ برافو يا حلا، هو بلاك ده كولر، فمش محتاج كلمة كولر. زي بالظبط لما اقول لك I was born in the year 1981 مثلا. حبيبي ما هي 1981 دي year already، مش محتاج اقول كلمة year قبلها. فكلمة year هنا redundancy مش محتاج لها. ليه؟ لان لما بقول لك I was born in 1981 خلاص فهمت المعنى. انما لما تقول لي I was born in the year 1981، ما هي 1981 دي ما هي year. برضو لما تقول لي I was born، اخر حاجة خلاص والله بجد، I was born in the month of July، يا حبيبي ما هو July the month، يبقى the month of دي مش محتاج لها اصلا. ليه مش محتاج لها؟ لان كلمة جولاي معناها the month of July اصلا، مش مطعم جولاي ولا مدرسة جولاي. تمام؟ فكده خلاص احنا فهمنا redundancy كويس جدا. نروح بقى للشيت بتاعنا ونشوف sentence 1 حضراتكم بقى اللي هتحلوها دلوقتي. اقروها كويس جدا وقولوا لي لو هي correct كان بها. لو فيها redundancy ابعتوا قولوا لي فين الكلمة اللي محتاجين نحذفها عشان avoid redundancy. يلا اتفضلوا good luck with sentence 1. ايوه برافو يا محمد. طيب اسمحوا لي اتدخل انا بقى، احنا بنتكلم في redundancy، تعالوا نشوف السنتنس فيها ايه. بص يا سيدي، even though one studied much more than the other studied both students similarly got the same grade. انا لما اقول ان both students got the same grade يبقى دي حاجه حصلت similarly. ما هو the same grade يعني نفس الجريد نفس الدرجات، مش محتاج بقى اقول كلمه similarly اللي هي معناها برضو the same. يبقى هشطب كلمة similar دي خالص عشان اتلاشى او avoid ال redundancy. كده رجعنا topic وحلينا عليه exercise وحلينا سؤال في التست بتاع النهاردة. ندخل بقى على topic تاني نراجعه مراجعة سريعة برضو قبل ما نحل عشان تبقى خدت حقك في الشرح وتديني حقي في الحل. بصوا حبايبي، اتكلمنا امبارح في حاجة اسمها comma splice error. لو تفتكروا comma splice error باختصار كانت الرول بتاعتها بتقول لي ايه؟ don't link to complete sentences with only a comma. يعني ما ينفعش اتنين complete sentences يكون في بينهم comma. واتفقنا امبارح وعملنا اكسرسايز كبير قوي على فكره امتى السنتنس تبقى complete وامتى ما تبقاش complete. complete sentence اللي هي فيها subject وverb ومدياك complete meaning. يعني طالما السنتنس فيها complete meaning وفي subject وفي verb خلاص بقت sentence. زي مثلا في sentence 1 لما بقول لك رؤوف is my English teacher، ادي رؤوف اللي هو subject، ادي is اللي هي verb، السنتنس على بعضها complete sentence خلاص، يبقى دي كده
correct ما فيهاش مشكلة، أو معنى صح complete sentence. طيب sentence 2 بص هكتب فيها إيه، وخلي بالك إيه اللي هيعملها incomplete sentence. لما أقول لك رؤوف who is my English teacher، ماله عمل إيه ما قلتليش، لأن كلمة هو هنا لما جت خلت كل اللي جاي ده حاجة بتعمل description لرؤوف، ما هياش verb. أنا السنتنس الأولى هنا كان فيها subject وفيها verb، هنا دي ما فيهاش verb، أمال إيه دي تطلع إيه يا مستر؟ يا حبيبي who is my English teacher على بعضها بتوصف رؤوف، مش بتقول لك رؤوف عمل إيه. أنا عشان أفهم السنتنس لازم أعرف مين عمل إيه، السبجكت والفيرب والكمبليت مينينج، غير كده ما تبقاش سنتنس. طيب نرجع تاني لموضوع الكوما سبلايس ايرور، قلت لك بيحصل لما يكون في كوما بين تو كومبليت سنتنس زي كده. لما اقول لك مثلا وي هاد ان اميزنج داي ات ذا بارك، وبعدين احط لك كوما ان اميزنج داي ذا ويذر واز lovely. بص يا سيدي، اول سنتنس قبل الكوميدي اللي هي we had an amazing day at the park، خليني اديها اللون الاحمر، وبعدين السنتنس الثانيه اللي هديها اللون الازرق دي اللي هي بتقول لي the weather was lovely، في بينهم كوما، التو سنتنسز دول في بينهم كوما بس، تمام؟ امتى تبقى الكوما دي incorrect مش صح؟ ما تنفعش لو السنتنس اللي قبلها complete واللي بعدها complete، لان احنا قلنا امبارح ان الكوما ما يجيش معاها two complete sentences، الكوما لازم معاها one complete sentence one incomplete sentence، تمام يا شباب؟ طيب خدوا بقى السنتنس اللي جايه دي وقولوا لي هل الكوما هنا جايه صح ولا محتاج اعدل حاجه عشان تبقى السنتنس صح. بسم الله، السنتنس بتقول لي English is my favorite subject، I love it so much. يلا يا حبايبي، is this sentence using the comma correctly ولا في comma splice؟ يعني باختصار is this sentence correct as it is ولا في حاجة غلط؟ يلا تفضلوا قولوا لي. طبعا الكومه دي هنا ما تنفعش خالص عشان قبلها complete sentence وبعدها complete sentence. طب تعالوا ما اكتب لكم نفس sentence تاني بس هعمل حاجة مختلفة المرة دي، يعني sentence 2 هعمل حاجة مختلفة، عايزكم تقول لي بقى هي correct ولا incorrect المرة دي. English is my favorite subject, I love it so much. ها number 2 كده correct ولا فيها مشكلة؟ برافو يا أمير، برافو يا لوجين، برافو يا سولين، برافو يا محمد، برافو يا حلا، برافو يا كيرولوس، برافو يا حلا التانية، برافو يا مريوم. طب خلاص طالما انتوا شاطرين كده، طب سنتنس 3 تعالوا هعمل حاجة تالتة بقى اختبر ذكائكم، انا عارف انكم اذكياء بس معلش من حق اختبر ذكائكم. English is my favorite subject, I love it so much. ها كده كوركت ولا فيها مشكله؟ كبرها لكم شويه عشان تبقوا واخدين بالكم ايه اللي حصل. يلا قولوا لي كده السنتنس كوركت ولا في حاجه غلط؟ لا يا سولينا فكر تاني معلش. برافو يا امير، برافو يا حلا، لا يا حلا يا محمود فكر تاني، حلا محمد صح، لوزين برافو. فاكر اللي احنا بنعمله ده خطير جدا ومهم جدا جدا، هتعرفوا قيمته لما نبدا نحل امتحانات. مريم احمد، مريم ماشي يا مريم، سولينا ماشي كوركت. طيب هي ليه كوركت يا شباب؟ ليه السنتنس دي كوركت؟ لان عندي هنا كولن، الكولن لازم زي ما قلنا امبارح لازم اللي قبلها يكون كومبليت سنتنس،
اللي بعدها مش مهم بقى، تيجي كومبليت تيجي انكومبليت مش قضيتي، اهم حاجه عندي اللي قبلها. تمام؟ انما الكومه احنا اتفقنا لازم قبلها كومبليت بعدها انكومبليت، او العكس قبلها كومبليت بعدها انكومبليت، قبلها انكومبليت يبقى بعدها كومبليت. طيب معلش نمبر 4، English is my favorite subject semicolon so I love it so much. ها sentence دي كده صح ولا غلط؟ طبعا السنتنس دي غلط. ليه غلط؟ لان احنا قلنا سو دي من الفان بويز، لو تفتكروا الفان بويز بنحتاج قبلهم ايه؟ كوما. ايه اللي جاي قبل سو هنا؟ جاي سيمي كولن. احنا طبعا ما بنحتاجش سيمي كولن، سوري ما بنحتاجش سيمي كولن قبل سو. طيب تعالوا بقى نعمل الاكسرسايز اللي هو سنتنس 2. ادي سنتنس 2 اهي، بتقول لي math is Mark's favorite subject comma he is naturally very skilled in it. فكروا بليز في سنتنس 2، قولوا لي هي correct زي ما هي كده ولا محتاجين نصلح فيها حاجة، ولو محتاجين نصلح فيها حاجة ايه هي؟ يلا اتفضلوا. طبعا السنتنس طبعا يا شباب incorrect. ليه؟ لان math is Mark's favorite subject، لحد هنا السنتنس دي complete، وبعدين he is naturally very skilled in it برضو complete. ايه اللي بينهم ده؟ comma. احنا قلنا الكومة ما تجيش between two complete sentences، يبقى اما احط so اللي هي واحدة من الفان بويز، او احط semicolon او حتى colon، المهم ما بقاش comma between two complete sentences. نراجع topic تاني قبل ما نحل sentence 3. ركزوا بقى معايا في التوبيك ده عشان احنا قلناه امبارح بسرعه كده، وقلت النهارده واحنا بنحل هشرحه لكم تاني. عندنا حاجه يا شباب اسمها ستاندرد فريزز. ستاندرد فريزز ايه الستاندرد فريزز دي؟ اللي هي الفريزز اللي